يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توفي رجل وعليه كفارة قتل خطأ، فهل على ورثته إن لم يجدوا عتق رقبة أن يصوموا عنه ولا ينتقلوا إلى الإطعام؟ الإطعام ما فيه إطعام في كفارة القتل، ما فيه إطعام، ما فيه إلا خصلتان، إما العتق وإما الصيام. فإذا تبرعوا وصاموا عنه والتزموا بالتتابع، يصوم واحد مثلا شهر ويصوم الثاني بعده مباشرة، يصوم الثاني بعده مباشرة الشهر الثاني، فلا بأس بذلك. نعم. ويقول وإن كانوا أربعة فهل يجوز أن يصوم كل واحد منهم 15 يوما؟ إيه نعم، لكن متتابع، يصوم الأول 15، يصوم الثاني بعده مباشرة 15، يصوم الثالث مباشرة 15، يصوم الرابع 15، متتابع ما بينهم فواصل. نعم.